في خلال افتتاح مستوصف بأعصفرين الخيري في الضنية، أكد رئيس لائحة الكرامة الوطنية الوزير السابق فيصل عمر كرامي أن فرصة التغيير مرهونة بحماسة وإقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، وقال بحضور المرشح جهاد الصمد: نحتاج إلى أصواتكم لمواجهة لوائح السلطة والمال السياسي، مضيفا أن بعض رجال الدين والمشايخ حولوا أنفسهم إلى مفاتيح انتخابية لصالح السلطة. من طرائف هذا الاستحقاق الديمقراطي أن كل مفاهيم الديمقراطية تجري لبنانتها، بدءا بالنسبية وتقسيم الدوائر والصوت التفضيلي، وصولا إلى ما يسمونه هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي هيئة لا تمتلك أي سلطة تجاه المرشحين، وتنحصر صلاحياتها بتوجيه إنذارات إلى وسائل الإعلام، وهو ما لن يحصل، لأن وسائل الإعلام أذكى من أن تتورط من جهة، ولأن معظمها مملوك ومدعوم من جهات سياسية وجهات أخرى. بعض المرجعيات الدينية التي من المفترض أن تكون على مسافة واحدة من كل الناس، أدت كل ما يلزم من دعاية انتخابية للسلطة للدرجة يمكن القول أن بعض رجال الدين والمشايخ حولوا أنفسهم إلى مفاتيح انتخابية.